كما تعلمون برز سؤال النهضة والتخلف بشكل قوي جدا بعد ما جئ نابليون إلى القاهرة، وحتى بعض المؤرخين الكبار يعتبرون أن سؤال النهضة وسؤال التخلف ولماذا تأخرنا وتقدم الغربيون أو تقدم غيرنا ولد في هذه اللحظة التاريخية عندما انكسر المماليك وعندما انتصر البارود الفرنسي على السيف المملوكي في القاهرة. لذلك بعضهم يسمى الحملة الفرنسية نار وأنوار، أي أنها كانت احتلالا وكانت فيها قهر، وأيضا فتحت فضاء التفكير عندما جاء بالمطبعة وجاءت بالعلماء درسوا البيئة المصرية. ولكن للأسف عندما نتعاطى مع هذه الحملة وما أحدثته من صدمة حضارية في داخل المجتمع المصري يتم تبسيط الإجابة بشكل بسيط جدا. يعني في أحد الحوارات مع أحد الزملاء يعني النابهين قال لي يعني نابليون انتصر لأنه كان معه البارود وإن كان معه البوارج والسفن، فقط انتصر لأنه كان معه الآلة. أعتقد هذا تبسيط مخل. إنتاج الآلة وإنتاج البارود وإنتاج المطور، هذا المنتج الحضاري هو اللقطة الأخيرة في فيلم النهضة الأوروبية. يعني النهضة الأوروبية صارت في مسار طويل، منها ثقافة الأنوار ومراجعة الأفكار القاتلة، ومنها الإصلاح الديني، ومنها الإصلاح السياسي في الآخر، ومن الإصلاح الاجتماعي أنتك في النهاية المطور. فإذا تلخيص سبب التخلف وسبب نصر نابليون على الحالة على المقاومة المصرية أنه امتلك البارود فقط وامتلك المطور، هذا أعتقد تلخيص مخل يغلق فضاء العقل ويجعل سؤال النهضة والحضارة وكأن إذا جبنا المطور سنحصل على التقدم. نعم جبنا المطور وجبنا المكن، لكن لم يحصل تقدم واختراق حقيقي في الساحة العربية. ليه؟ لأن ثقافة المطور، ثقافة الإنتاج العلمي، ثقافة التعاطي مع الكون لم تولد في مجتمعاتنا. فإذا فكرة أن التقدم بس حصل عشان عندهم المطور أو أتوا بالبارود، أعتقد هذا إخلال. لكن أعتقد السبب الهزيمة هو انحدار الثقافي وهو انتشار الأفكار السكونية، الإيمان بالجبرية بشكل قوي جدا، الرضا بالقليل في المجتمعات، والذي أنتج التفوق الفرنسي في هذه اللحظة. إذا أردنا أن نحدث تغيير لابد أن ننظر الأفكار الدفينة والإنجازات الحقيقية للعقل الأوروبي، ثم ننتج عقلا عربيا منفتحا على مستقبل وقادر على التدافع في مضمار الحضارة. ونلتقي في الحلقة القادمة نكمل في أسرار النهوض والتغيير الثقافي.